اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. تدخلات اسرائيليه مكثفه لعوده حفتر لقياده الجيش جيش شرق ليبيا، وهو المعتبر كجيش وطني ليبي. اسرائيل تعيد مره اخرى وباتصالات مع البنتاغون الامريكي لاقناعه بهذه العوده، لأن الأمريكيين يرفضون مثل هذه العودة، وهذه فرصة بشكل كبير للأتراك وأيضا للأمريكيين من أجل إبعاد حفتر. عدم السماح له بالعودة يعني إقصاؤه، إبعاده، وهذا يكفي، لأنها فرصة ذهبية لملء مكانه وعدم السماح له بالعودة. إذن أكبر تكتيك لإبعاد حفتر هو اليوم عدم عودته إلى منصبه العسكري، لأنه إن عاد ثم يعيد الخروج مرة أخرى للممارسة السياسية فهذا لا يمكن. ثم من جهة أخرى فإن عودته غير مرغوب فيها أمريكيا، لذلك فقد طار 3 مرات إلى مطار بن غوريون. قد يتساءل المرء ما هي هذه المهمة؟ مهمة بسيطة ولكنها معقدة للغاية، إقناع الأمريكيين بعودة حفتر لقيادة الجيش الوطني الليبي المسمى بجيش شرق ليبيا. تركيا أيضا تحاول أن تكون لديها لقاءات مكثفة مع جيل صالح ومع أكثر من رجال من ومع أكثر من سياسي في شرق ليبيا من أجل إبعاد حفتر. المسألة الأخرى أننا أمام بشغة، وبشغة يريد أن يعود حفتر وفي إطار صفقة تجعل منه أيضا، لأن بشغة ينقل رسائل فرنسا، والرسائل الفرنسية عودة بشغة وعودة حفتر، وهذا الثنائي المهم بالنسبة لفرنسا. فرنسا لا تريد إلا حفتر ولا تريد إلا بشغة، رجلها الأول في الشرق ورجلها الأول أيضا في غرب ليبيا، لذلك فبشغة في غرب ليبيا وحفتر في شرق ليبيا. كل هذا من أجل القول أن إسرائيل التي ضغط بكل قوتها من أجل الوصول إلى إقناع البنتاغون، أكثر من 7 اجتماعات، 2 فقط في نيقوسيا، تسرب عنهما وثيقتين هامتين جدا بالنسبة لهذه العودة. مهمة أكبر عندما سنرى أن الإسرائيلي يعتبر أن وجود حفتر في الجيش لا يساعد أبدا على ما سمي بالإرهاب أن ينتقل إلى شرق ليبيا. فهذا الاجتياح القادم اليوم، وأمام التراجعات الحالية وأمام تمدد فاغنر من شرق ليبيا إلى مالي، كل هذا وأيضا بالنسبة للجنوب، كل هذا يعطي أفقا إيجابيا لهذه العودة. إذن إقناع إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية بتميز هذه العودة وأنها مرغوب فيها وأنها عملية وفعالة، هذا هو سر كل الرحلات المكوكية إلى تل أبيب. المسألة الثانية ونجدها تماما مع محمود السيسي، الذي قرر أيضا أن يكون على اتصال مع الإسرائيلي لدعم حفتر. فبالنسبة للسيسي لا يزال إلى الآن يدعم حفتر، ولكنه لا يمكن للمؤسسات اليوم أن تدعمه، يعني لا يمكن أن يظهر السيسي عبر المؤسسات المصرية ولو مع فرنسا، لم يرغب في مثل هذه الخطوة، لذلك فقد اختار ابنه لمثل هذه العملية، وجرت اتصالات من داخل القاهرة، أي من القاهرة وباتجاه مسؤول كبير إسرائيلي، ليتأكد الجميع أن هذه الاتصالات تريد فقط دعم حفتر في هذه المرحلة، لكن غير قابل أن يكون هذا معلنا إلا إن تأكد الإسرائيلي أن حفتر فعلا سيعود إلى مكانه. آنذاك يمكن للمصري في الخطوة الأخيرة بعد قبول الأمريكيين أن يدخلوا على الخط ويدعموا هذه الخطوة الإسرائيلية.
إذن حفتر لم يجد أحدا يقف معه سوى إسرائيل، فذهب إلى إسرائيل. المسألة الثانية أن حفتر سعى وبكل جهد إلى أن تكون الاتصالات بينه وبين الأمريكيين، لم يحدث هذا. أيضا بالنسبة للفرنسيين لم يرغبوا في إرسال أي موفد، فكان بشغة هو ناقل الرسائل ما بين باريس وما بين حفتر. المسألة الثالثة أن التقديرات التي عمل عليها حفتر على وجه التحديد كانت باتجاه إبعاده، العودة مباشرة إلى منصبه العسكري قد تدفع أطرافا إلى إبعاده بطريقة قسرية. ولذلك يجد هو على الأقل الإسرائيليين اليوم بمثابة الداعم الوحيد الذي يمكن الوثوق به، الشريك الذي يمكن الوثوق به هو الإسرائيلي، شريك أمني لصالح حفتر، وهذا شيء هام. الاتصالات بين كل من حفتر وبين فرنسا عبر بشغاء وصلت إلى أن يكون هناك منصب سياسي لحفتر، يعني أن مستقبل ليبيا يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه تماما، وأن إبعاد حفتر عن الجيش هو في فائدة الجميع، لأن تجديد القيادة جزء من العمليات التي يجب للفرنسيين أن يدعموها، وهذا ما أعطى إشارة أن الإسرائيلي وحده هو الذي يقف في هذا الخندق مع حفتر. وتكرر أن حفتر طلب لقاء غانتس ورفض، رفض غانتس لقاءه مباشرة. فحفتر عندما ينتقل إلى إسرائيل لا يستقبله من يوازيه، يستقبله من الطاقم المدني، ويستقبله أيضا من مستشاري لي غانتس، ولكن ليس غانتس هو الذي يستقبل حفتر، لأن القرار الذي وقعه غانتس عن طريق رغبة أكيدة من بنت أن حفتر لا يمكن أن يضيع العلاقة التي ما بين كل من طرابلس وتل أبيب وطرابلس وواشنطن. لذلك فإعادة تنسيق مثل هذه العلاقة على وجه التحديد وبشكل أقوى، هذا هو الواجب الذي يراه حفتر في هذه المرحلة. إذن حفتر مهدد بأن تكون عودته إلى الجيش وقيادته قد يكون الوضع مختلفا، لأن القادة الآن وبدعم أمريكي لا يرغبون بمثل هذه العودة. إذن الجيش الذي أراد، جيش ليبيا الذي أراد أن يصبح فعلا بمثابة القنطرة تجاه الانتقال الجديد في ليبيا، يضع أمره ما بين قرارين: السماح لحفتر ولأسرة حفتر بالسياسة وليس أبدا بالجيش، خصوصا وأنه تورط في سبا وفي محاصرة محكمة سبا وغيرها، كل هذا رفضه أصلا الأمريكي، رغم أن الأمريكي دعم حفتر ومخابراته دعمت حفتر من أجل الترشيح، لأن الترشيح والابتعاد عن الجيش كي يكون الإقصاء فنيا، لا انتخابات ولكن بإقصاء حفتر من الجيش. وتحقق للغرب وأيضا للشرق أن حفتر ابتعد، ولذلك فإن تركيا تجد أمامها حفتر منبوذ من الجميع، لكن إسرائيل لا زالت تلح بمثل هذه العودة ودعم حفتر وكل هذا من أجل القول أن إسرائيل وحدها من ستقف مع حفتر. ففي حال نجاحه ستكون إسرائيل هي الوحيدة، هي الدولة الوحيدة التي سيؤمن بها حفتر، فأي عودة لحفتر يعني تسليم شرق ليبيا لإسرائيل، وهذا الذي لا يمكن أن يقبله لا المصري وخصوصا المخابرات المصرية. ويعرف المصري أن كل هذا ينجز تحت
معادلة قاسية لا يرغب الأمريكي في تجاوزها. لذلك فكل الحسابات اليوم حسابات مدروسة بالنسبة لعدم عودة حفتر، وهذا أهم ما يمكن تحقيقه، وهذا هو سر التقارب ما بين على الأقل الأتراك وسفيرهم كنعان يلماز وزيارته لبنغازي، وطلب أن تكون الشركات ورجال الأعمال الأتراك فاعلين على الأرض في شرق ليبيا. كل هذا لأن هناك محاولة للقول إبعاد حفتر سيفيد الجميع، وأن المصالحة ستكون أقوى، فالكل الآن تخلى عن حفتر، هذا واقع الحال إلى حدود هذه اللحظة. وسيكون واضحا بالنسبة على الأقل للجيش الذي سيعيده أن كل التقنيات الإسرائيلية وأيضا فرق للتدريب كل هذا سيكون تحت أمر حفتر. حفتر إلى درجة أن لديه الآن مخطط كيف سيكون عليه الجيش بعد 5 سنوات، وقد اتفق الإسرائيلي أن يمول أجزاء من العمليات الخاصة في ليبيا بشكل مباشر لدعم هذا الجيش. إذن هذا الجيش سيصبح تماما كما يذكر الجميع في التاريخ جيش لحد تقريبا، لأن مثل هذا التوجه سيجده على الأقل كل من المصري خطرا عليه، لأن إعطاء إسرائيل أكثر مما لدى تركيا فهذا التوازن غير مرغوب فيه. أيضا بالنسبة لفرنسا في مقابل فاغنر التي تنشط في كل من مالي وفي كل الساحل، وهذا سيؤثر على أهمية ودور فرنسا في قيادة برخان. إذن هذه عملية مدروسة للغاية بالنسبة على الأقل للإسرائيلي، فإن هناك جيش اليوم يستعد كي يكون قويا في مقابل ماذا؟ في مقابل الجزائر. الوحيد الذي هدد الجزائر بشكل مباشر وأراد أن تكون حربا ليبية جزائرية هو حفتر. إذن هناك أولا تبون الذي لا يرغب بأي حال بعودة حفتر، وكانت المهمة بسيطة في زيارة تبون لمصر، أقصت وبشكل متكامل ما بين الموقفين المصري والجزائري حفتر. هذا أهم ما في خلاصات هذه القمة. إذن هذه النقطة. النقطة الثانية أن عزل حفتر بالنسبة للجزائريين أهم من كل شيء، لأن هذه الشخصية هي التي هددت بالحرب ضد الجزائر. المسألة الثالثة أن الاتفاق المصري إلى جانب الجزائر جعل هذا الموقف أبعد بكثير عن حفتر. المسألة الأخرى أن الإمارات اليوم مشغولة بنفسها وبمنظومات دفاعية جديدة في مقابل ما يحدث الآن من إطلاق صواريخ باليستية ودرونات من الحوثي، من جماعة الحوثي اليمنية باتجاه الإمارات. اليوم الإمارات مشغولة بنفسها ولا تستطيع أن تواكب مثل ما يجري، خصوصا أنها دخلت في صفر مشكلات، وهذه السياسة التي يعني أن تصفير المشكلات تبعد، تصفير المشكلات يبعد حفتر. هذه السياسة غير مرغوب فيها على الإطلاق من طرف حفتر، لأنه لا يعيش إلا بقرارات الجيش. أكبر خطأ مارسه في حياته حفتر أنه خسر الجيش وخسر الانتخابات لأنها لم تقل. وبالتالي فإن أكبر منصب في ليبيا في واقع الحال وأمام الطائرات هو منصب الجيش. فاليوم من يستطيع أن يقول لحفتر أنه سيعود؟ هل سيعود رغم الآخرين؟ من عوضه؟ هل سيقبل؟ هل هذا الجيش
إلى هذا سيقبله بدون تحفظ. كل هذا يعرف الإسرائيلي أن هناك صعوبات حقيقية لا يمكن تجاوزها بهذه العودة، وبالتالي فإن الإسرائيلي يسعى إلى الأمريكيين لضمان موقفهم باتجاه العودة، لأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء برئيس دولة، وهذه الانتخابات سيكون فيها الرئيس وهو القائد العام للقوات، يعني أن الأمر لم يكن مستبعدا في أن يدير حفتر الجيش نفسه انطلاقا من موقعه السياسي اليوم من منطلق فقط عسكري. وهنا يمكن إجمال النقط الثلاث. أولا الجزائر زارت مصر لتحييد حفتر، أيضا يلماز في قلبي السفير التركي في طرابلس في بنغازي من أجل حصار حفتر وعدم عودته لقيادة الجيش انطلاقا من علاقة جديدة بين تركيا وبين عقيلة صالح. المسألة الثالثة على أن عقيلة صالح كاريزما يجب أن تظهر أقوى بكثير مما عليه، لأن حفتر كان يغطي على هذه الزعمة. اليوم هناك فرصة لعقيلة صالح أن يدير الشرق، وهذا أهمية كبيرة. المسألة الموالية فإن التقديرات الحالية للجزائر، تركيا، لفرنسا أيضا، كل هذا يسير باتجاه إبعاد حفتر، فبقي الإسرائيلي وحده هو الذي يدافع عن حفتر وعودته لقيادة الجيش. فستنتصر إسرائيل لأن انتصار حفتر هو انتصار إسرائيلي بحت. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.